صفية، سنة 2016 في شهر 8 بالظبط، في شابة اسمها صفية راحت اشترت بيت جديد هي وامها. ان امها كانت عايشين في بيت ايجار، بس الحمد لله ربنا فرجها عليهم فقال لك ومال، لما تيجي يا بيت نشتري بيت ونقعد فيه. وان امها شغالة مدرسة، ولما صدقت اللي هي تحوش تاني البيت ده. بس قبل ما نبدأ يا صديقي، خلي بالك من أي بيت بتقعد فيه جديد. لما تشتري بيت أو تسكن في بيت جديد، اسأل على جيرانك أو خلي بالك، لأن ممكن البيت ده ما يكونش بتاع بني آدمين، انت وحظك. يسكن بقى في جن، يسكن في عفاريت، يسكن في أشباح، يسكن في سحارين، انت ورزقك. خلي بالك قبل ما تسكن، اسأل قبل ما تسكن. يلا نكمل ونعرف ايه اللي حصل مع صفية وامها، يلا بينا ونسمي الله. التجربة دي حصلت بالظبط سنة 2016 في شهر 8. في بنت اسمها صفية، فتقول انا رحت انا وامي عشان نشتري البيت الجديد اللي قعدنا فيه بقى بعد البيت الايجار اللي كنا مأجرينه. واحسن حاجة في البيت ده ان البيت ده قريب قوي لشغل امي اللي هي بتشتغل مدرسة، وكمان قريب قوي للكلية بتاعتي. وبصراحة البيت عجبني قوي، واسع كده وبنفس الوقت مش غالي على قد الفلوس اللي معانا. واستغربنا قوي ان المكان ده او الوسع ده بالسعر الرخيص ده. طب والله كويس. وقعدنا في البيت ونقلنا العفش، وكانت ايام زي العسل. بس للاسف الفرحه ما كملتش، ما كملناش 10 ايام بالظبط او اسبوع بالظبط وحصل اللي حصل. كنت ابقى قاعده كده لوحدي واحس بشعور وحش قوي، احس ان انا خايفة كده، ودايما بحس ان المكان رغم ان هو الجو كان حار جدا، بحس ان المكان بارد قوي. كنت حاسة ببرودة غريبة، كل ما اقعد في اي مكان احس ان انا المكان ده بارد قوي، وفي هوا كده دايما بيجي ما تعرفش الهوا ده بيجي منين. وساعات كمان بسمع حركات كده خفيفة، واسمع اكن في حد ماشي بيتسحب. بس اجي ابص ورايا ما لاقيش حد، واجي كده جنب ودني احس ان في حد زي بيوشوشك في ودنك، او حد كده في هوا بسيط جنب ودنك. بس اجي ابص مفيش حاجة، وما اسمعش اي حاجة بعد كده. فقلت لامي، وبس امي ما صدقتش اي حاجه. بقول لها يا ستي الكل، يا حبيبتي انا في ساعات بسمع اصوات، وساعات الحد بيجي يمشي، وساعات بسمع رجلين صغيره بتمشي، بس مش لاقيش في حاجه ولا لاقيه حاجه. قالت لي بص يا بنتي، انا حاطه كل فلوسي وكل ما املك في البيت ده، وانا يا ستي مش هقدر انقلك في مكان تاني على الاقل خالص في الوقت اللي احنا فيه ده. وبعدين يا بنتي سيبها على الله، ما عفريتة اللي بني ادم. وراحت بصراحة مسكتني بالكلمتين دول، وحاسة اللي هي مش مصدقاني. وبعدين هي هتصدق لما تشوف اللي افظع من كده، ولما يطلعوا لها بنفسه. كمل معايا عشان تشوف هيحصل ايه. وفي يوم من الايام كنا قاعدين كده في ساعة تجلي، كنا جايبين التسالي بقى وقلنا نشوف فيلم السهرة في التلفزيون، وكانت سهرة جميلة وكان فيلم زي العسل. وكانت الساعة 1 بالليل ولازم طبعا كل واحد يروح اوضته. رحت انا قلت لها يا مامتي انا رايحة اوضتي عشان انام. قالت لي ماشي حبيبتي. شوية ولقيت مامتي جاية تطمن عليا،
هات لي يا بنتي تصبحها على خير، وتحطش في دماغك يا بنتي وسيبيها على الله، وان شاء الله مفيش حاجة، مجرد اوهام بسيطة واحلام، سيبيها يا حبيبتي على الله. وراحت سايبانه وهي كمان راحت اوضتها. وبعد ساعة حسيت بحركة غريبة في الأوضة ورطوبة، أكن فيها هواء فظيع شديد، مع إن إحنا في الصيف، معقول في شهر 8 في الهواء والرطوبة دي قوي؟ مع إن كمان أنا أصلا مش مشغلة مروحة. قلت طب كويس والله إن الجو بقى فيه هواء كده ومش هشغل مروحة. بس بقى الأرعب والمخيف أكتر، نحسيت بإيد صغيرة بتلمس جسمي، والأول ما وصلت لحد رقبتي زاد الضغط، لقيتها بتضغط بإيديها على جسمي وعروزيره وعرقبتي عاوزة تخنقني. فتحت عيني لقيت طفلة مخيفة من غير عيون، عيونها مش موجودة. مكان النن بتاع العين مش موجودة، شكلها مرعب قوي وجسمها أزرق، تحس إنها كسة ماشية على الأرض. بس إزاي هي شايفاني وملهاش عينين وجسمها تلج متلج ساقع جدا ورمتني على الأرض؟ طفلة جايب القوة دي منين؟ تقدر ترميني على الأرض؟ وراحت صرخة في وشي بصوت عالي، صوت مخيف. أنا قاعدة على الأرض عمال أصرخ وعيط ومش قادرة حتى أقاوم البنت دي، ولا قادرة أقوم حتى من مكاني. شوية وسمعت صوت أمي على الباب من بره عمالة تخبط، بس الباب مقفول زي ما يكون حد قافل الباب، مفيش حد قادر يفتحه. وشوية وسمعت أمي عمالة تقرا قرآن، وأنا أصلا مش قادرة أقوم من على الأرض، حاسة إن رجليها متكتفة ومش قادرة. وسبحان الله أول ما صوت القرآن بقى عالي الباب اتفتح، وقعد تجرى عليا وخدتني بحضنها. قلت لها شفت يا أمي اللي حصل؟ صدقيني ده حاجات كعلا، ده في طفلة دلوقتي كانت بتموتني، انت بنفسك قعدت تقرا قرآن وسمع الصويت. والأول مرة صدقتني، قالت لي انا كمان يا بنتي للأسف الساعة امبارح الساعة 2 بالليل قلقت عشان كنت داخل الحمام، لقيت الباب بيتفتح عليا لوحده. بس لما تأملت كده لقيت ست شكلها قبيح قوي، لابسة عباية سودة وشعرها طويل لحد الأرض، ماشية وشعرها مدلدل طويل، ولها ضوافر وصوابع طويلة، ضوافرها طويلة زي الحوافر، مش ضوافر يا بنتي بني آدمين، ده حوافر، وماسكة سكينة وداخلة تجري علي علشان تقتلني. صرخت وغمضت عيني وانا بقرأ آية الكرسي. سبحان الله يا بنتي، فتحت بعد كده ملقيتش حاجة، انا قلت خلاص كنت ميتة. انا مصدقاك يا بنتي، احنا لازم فعلا نمشي من البيت ده. وفعلا ما استنوش للصبح، جهزوا الشنط وغيروا هدومهم وفضلوا قاعدين لحد ما النهار طلع. بس الست أم صفية وصفية شايفين جسمهم كله كدمات وجروح، زي ما يكون حد كان بيضرب فيهم، وزي ما يكون حد كان بيعذب في البنت أمها، لكن هما بقوا مرعوبين من البيت ده. ايه اللي هيحصل معاهم بعد كده؟ ام صفية اتصلت باختها، قالت لها يا اختي الحقيني،
انا بيحصل لي دلوقتي واحدة بنت وست عجوزة شكلها مخيف شكل الشياطين، عايزة تموتني يا اختي، والبيت ده خلاص انا لازم نبيعه. قالت لي تعالي يا اختي، واتفقنا اللي رايحة لاختي هقعد معاها لحد ما نبيع البيت ده ونشتري بقى شقة على قدنا ونعيش وخلاص. وفعلا اختي وافقت اللي احنا هنروح نقعد عندها كام يوم لحد ما نبيع البيت. بما ان بقى خالتي اصلا قاعدة لوحدها هي وجوزها، ما عندهمش عيال وعندهم بيت بسم الله ما شاء الله دورين، هم فضلنا مكان نقعد فيه وهم خدوا الدور التاني واحنا الدور الاولين لحد ما ربنا يفرجها. واتصلنا بعربية العفش، العربية اللي هي بتنقل العزان، عشان تجيب عزاننا وينقله في البيت عند خالتي لحد ما ربنا يفرجها ونبيع البيت ده، بيت العفاريت. لكن واحنا بننقل العفش، الراجل صاحب الونش طلع عارف البيت ده وحكالنا قصة غريبة قوي ما كناش متوقعين ان القصة دي في البيت ده فعلا. والراجل بيقول ان يا ست الكل البيت ده اصلا كان بتاع واحدة سحارة غلبت الشيطان نفسه من كتر سحرها، كانت بتجيب البنات تقطعهم وتاخد اعضائهم وتاخد العينين بتاعتهم وتستغلها في السحر عشان ترضي غريزة الشيطان، تفضل تعزم على اعضاء البنات وتاخد بالذات العيون عشان تعمل فيها سحر لناس التانية اللي تعمله بقى بالعمى، والاعضاء اللي تعمل بها بامراض كتيرة قوي، كل حتة تعمل عليها سحر اللي تعمل له الحتة دي يحصل له المرض في المكان ده، الايدين يبقى المرض كذا في ايده او رجله بقى حسب رجله وهكذا يا ست الكل. وان الاوضة بتاعت صفية بنتك دي اصلا كان مدفون فيها اطفال كتير قوي ملهمش ذنب متعذبين، فللأسف طلع لها القرين بتاع بنت من البنات اللي كانت مقتولة، افتكر ان بنتك لها يد في اللي حصل لها فكانت عاوز تاخد حقها. واللي طلعت لك دي السحارة، رغم ان الناس كلها في يوم من الايام اتلموا عليها وهي جاية تذبح واحد بس لحقناها والحمد لله ونقصنا بيت، بس بقى السحارة دي اختفت من وسطنا ازاي يا ست الكل ما نعرفش، اختفت جينا نمسكها اختفت، قعدت تقول كلام وتحضر اكن في حاجة، فجأة كده شفنا دخانة بيضة ما شفناش الست دي تاني، حتى البوليس لما جه ما شافش الست دي خالص، بس هو خد الجثث بتاعت الاطفال وخلاص، خد الاعضاء بتاعتهم ودفنها بقى بمعرفته. ولو كل واحد لسه يتعرف على بنته كان بياخدها، عشان كده الحتة دي كلها كانت عارفة ان البيت ده كله سحر وشياطين ودجل. بس انتي بقى عشان غريبة على الحتة وقع البيت فيكي. يلا يا ست الكل كويس انك مشيتي من البيت ده، وللأسف لما تيجي تبيعيه هتبيعي برضو لحد غريب على المنطقة، ربنا معاكي. وده كان رأي الأستاذ أو الأخ اللي نقل لنا العجلان، لأنه كمان طلع من المنطقة وعارف كل حاجة عن البيت ده، ونقل لنا العفش وروحنا عند خالتي، قعدنا فترة طويلة عندها وحرضنا البيت ده للبيع وجا مشتري. بس بقى المرعب في كده
ان المشتري اللي جاي يشتري البيت طلع عارف كل حاجه، عارف ان البيت او الست الصحارى من عبد الشيطان، كانت بتعبد الشيطان وتغلبت على حاجات كتيرة قوي، حتى شكلها كان بيقول انها مش شبه البني ادمين، شكلها اتغير. الست الصحارى دي من كتر سحرها بقى شكلها شكل الجان، شكل الشياطين، عادت بتظهر بشكل تاني خالص، تقدر تختفي وتظهر وقت ما تحب. انا هنشتري البيت ده منك وعارف اللي فيه ومالكيش دعوة. وفعلا اتفق الراجل انه هيشتري كل حاجة، وطلع عارف كل حاجة، ودفع لنا مبلغ كويس اخسرنا فيه بس ما خسرناش كتير. المفاجأة ان الصحارة لسه موجودة، وان اشترى البيت هي الصحارة. الصحارة ما ماتتش، لسه عايشة. تصدق ولا لا، بس دي حكاية واحدة حصل معاها كل الحاجات دي، وانها كانت عايشة في بيت صحارة بتعبد الشيطان او واحدة من عبد الشيطان، وان شكلها دلوقتي وانها لسه موجودة بس بقت تتشكل عادي وقت ما تحب، وهي رجعت تاني بيتها. قبل ما تسكن اسأل على جارك، وقبل ما تسكن خلي بالك مين اللي كان قاعد في البيت قبلك، ومين هو جارك بقى، اذا كان بني ادم او لا، صحار او لا. خلي بالك يا صديقي قبل ما تسكن. دي كانت تجربة صدقني حصلت فعلا لصديقة معانا. استنونا ومغامرة جديدة مع قناتكم، قناة قصص عماد. سلام عليكم.